بقدر افتح هاي الرياضه عن طريق النت، عن طريق فيلم الضاحي 13 اللي هي رياضه فرنسيه الاصل. مؤسس هاي الرياضه اسمه ديفيد بيل، انتشرت هاي الرياضه بانحاء العالم بسرعه كثير كبيره. وبال 2015 انا بلشت اتدرب هاي الرياضه بعد تحرير المدينه. عانيت صعوبات كثير انه ما في عندنا معدات ولا في جهه تدعم هالرياضه هاي. تعرفت على شباب دربتهم وصار مستواهم لا بأس فيه، قادرين انهم يحسنوا يعملوا شيء، وصرنا نطلع سوا ندرب سوا بالاماكن المدمره حتى نتحدى الظروف ونفرجي العالم اجمع انه نحن بامكاننا نعمل شيء رغم هاي الظروف الصعبه.